السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا هاد الخيرات والرواد الجالدة المغربية والناس مولي المدن الكبرى، حنا في السوق ولاد فرح سيدي حجاج سي عمر خميس، واللي ما عرفش سيدي حجاج بن جاق جا في المملكة المغربية. الخيرات تاع الفاكهة تاع الدلاع موجودة هنا في ولاد مراح. الحلوى 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 أنا حد بريا تبارك الله تاتا الفاكهة، الناس يدوقوا حتى ياخذوا هنايا. مرحبا سيدي الحجاج، حيوا احبابنا في مكانو. عيالات ترجعنا بنات ولاد، على شو الحلا وشو السلعة دايرة، على شو المليح، على شو المليح، خيرات موجودة هنايا كي تشوفوا معنا. العسل 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 العسل، شاري شاري طلع بكريم، الناس ياكلوا حتى يديو هنا في ولاد مراح. حيوا احبابنا في المكان ولاد بنات. شحال هاد الخيرات؟ خيرات 30 ريال ابويا، تبارك الله الكيلو بحال الشهد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ربي الحمد لله. هذا الملك يجيو المليح. انا 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 السر مليح، هذا السر مليح. الناس الحلوى 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 الناس ياكلوا حتى ياخذوا. انا 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 هو متصويرا حرقت معنا حنا شويه في فلوسه. مرحبا الرب السد مرجان عبد الله فيك، تبارك الله السي احمد. هذا شفار من رحمة هذا، هذا شفار هذا من رحمة الله. المليح في ناو، المليح في ناو، هذا شفار هذا، هذا شفار هذا، هذا مزيوم من رحمة الله هذا، هذا خوك هذا، هذا خوك هذا شفار هذا، شفار هذا شفار هذا ولد الشفار. ربي السوم ولي الدلع، ربي السوم وليدي، الله يسهل عليكم. الحلوى الحلوى هذا مساعدكم. شوف لينا شوف لينا يا ربي يسهل عليهم ما تضحكوا. شوف لينا حلاوجات الجزيرة هنا. أنا 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 العسل هذا كيجيب مليح هذا، هذا كيجيب مليح هذا، مش بحال الصبار ديالو الدورقة، هذاك مجاني الآخر دابو الحياة، حمار من عبد القادر هذا، ياك عطيه كاميرا عطيه، شو راك يعلم؟ واسي قال لك تهلاو فيك بالدلاع وانت تعيري. عبد الواد الهاشمي، عبد الواد الهاشمي، ياك منين هاد الدلاع؟ الدلاع منين؟ مراكش من الودايه ما فيها كذوب. الحلوباش ما دايزات العسل، لا تتوب العسل، خيرات هذه خيرات هذه يا وليدي، طير طير عينتهم، خيرات موجوده هنا الفاكهه. أهلا نقي وأدرى عمار برقي هاك عشوية. هاد الدلاع مليح هاك من شيشاوة، شيشاوة من شيشاوة المليح ياك. اي هاد البحيرة مولاها مقلومة عليه 120 مليون، ما غاديش غاديش تبيع مسكين واحد 10 ملايين ولا 8 يلقاها في القلب ودافع عليا. هم اللي بديم اللي يربح، ديما تير ديما اللي يربح 400 500 مليون ولا 9 كي والو الشافية، كي والو الشافية تلعب سكين كي والو، خيرات والله راقد ولا تسيري الموقف سيري راقد جا النعاس بلا نعاس ياك. خيرات هنا في سيدي حجاج ولا تمرح تاتا بغيتي تمشي ولا الحيزو هماني نخيزو مساكن الله الله تا هما تبعو مالي الدلاع مساكن مالي نخيزو مساكن مساو فيها تبعو مالي الدلاع مالي نخيزو مساكن ياك جات عند المساكن ومول السماطي نفس الحرس يبيعوا على 300 في السلطة
هادو جيبوها بعمر 150 بعمر 700 لا هادو الشلاهبيه هادو ما يندلع ياك خاصك هضره انا اللي كنبيع انا ادري واش كنت ادري هذا باغي الملايين ياك الملايين على حسابك هادو انا باغي نضربك غليظه انا راه باغي خبيز ندبر على كاسكرو كلشي تيبرع الخبز بحال كيبيعها شهادتي كياخذ 3 دراهم كيبيع على لا تبيع عليهم 400 سامحني وجه هذا الجريحه هذا الرحماني الجريحه التبريد التبريد شحال تبيعوا فيه الكيلو 30 ريال منين هذا قلتي؟ ملين هاد الدلع شيشاوط ماشي شي بلاصه من غير شيشاوط شيشاوط ودايا قسم الشاطئ سعيديه كانت تتسارى هذيك الجهه مراكش الله كلشي تسارى تبارك الله الخيرات وشتو بقريت يبيعوا الوحدات الواحد الوحده هذا كانت ديال التعاويده كان قديم كاين اللي مصر جي سيمانه ما عرفتش واش يلاه يلاه شحال تبيعوا فيها الخير؟ تنبيع فيه 30 ريال 30 ريال الكيلو هنا تورا مرحب سيدي حجاج 30 ريال الكيلو منين شي شاوة شي شاوة كاع شاري شي شاوة ولا غير غير تيقولوا لا لا كلشي شي شاوة وكان هنا ديال الصرافة خويا بلاش راسو بلاش حتى الله 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 دابا 30 ريال باش كاين في السوق كامل 30 ريال وكاين 40 ريال ولكن المليح 30 ريال راه السوق 30 ريال هادوما اللي تلاع هنايا في سوق ولا تبراح سيدي حجاج الخيرات تاع الدلاع كي تشوفوا معنا لا بلاش دلاع الدلاع فالو راه عباد الله خلاوه الفلاحه خلاوه يلا 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 الدراواج كاين في الدلاع كي تشوفوا الخيرات باش عرفتي خلاوة؟ 40 ريال باش كيشاف الخيرات موجودة الحمد لله الله يسر لك كاين خيرات الحمد لله الله يسر لك يكفى الجزائري في ديال تونس انت ما ياكل معنا وشك فعلا ما ياكل معنا المغرب العربي وشك الحمد لله اللوحو
الخيرات تاع المملكة المغربية خيرات موجودة الحمد لله ولله الحمد كما تشوفوا معنا وكما تقولوا الناس الدول الأخرى تعيش معنا في هذه الخيرات كما قال هذا السيد مدد لها قلت دول أخرى تعيش معنا في الخيرات فعلا كما قلنا سابقا وهذا السيد تقول هذا الكلام بلا الخيرات موجودة هنا في المملكة المغربية خيرات تبارك الله فيها تعد الله كيفاش؟ الحمد لله تبارك الله خيرات موجود الحمد لله هذا خيرات تاع الله لا تذكر في الله ولا تذكر شي واحد اللي تيرزقه بالله عز وجل سبحان الله الحمد لله الحمد لله من الشكر لداخل